السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل تمارين مفعول المطلق قواعد اللغة العربية صفحة 52. إحنا من أثناء حل التمارين راح نعطيكم بعض الشروح المهمة والخاصة بالمفعول المطلق. المفعول المطلق أول شيء هو اسم منصوب، اسم منصوب. الشيء الثاني، المفعول المطلق ثلاث أنواع: لو يؤكد الفعل، لو لبيان نوع الفعل، لو عدد مرات الفعل. إذا كان والشيء الآخر اللي لازم نعرفه أنه المفعول المطلق هو مشتق من نفس أحرف الفعل، من نفس أحرف الفعل. يعني شوفوا، استخرج من النص التالي كل مفعول مطلق. إذا لقيتوا كلمة وراء المفعول المطلق يعني بيان نوع الفعل. إذا عدد مرات الفعل يعني مثلا هو دائما مرتين، يعني شنو مرتين؟ مثلا زرت المريض زيارتين، قرأت الكتاب قراءتين، درست المجلة دراستين، هكذا. زين، اشتهر العراقيون اشتهارا، استخرج، خلينا نقرا التمرين الاول، استخرج من النص التالي كل مفعول مطلق ثم بين نوعه. راح اشر على المفعول المطلق وراح اكتب لكم بصف شنو النوع مالته. شوفوا، اشتهر العراقيون اشتهارا بالكرم. اشتهر، شوفوا مشتق هذا اشتهارا. زين، انا عندي هسه اشتهارا، خلي بس افعل، عندي اشتهارا، اختار لون، عندي اشتهر اشتهارا. زين، شوف اشتهارا، اشتهارا شنو؟ مفعول مطلق من كلمة اشتهر. شوفوا، اكو وراء كلمة، ما وراء كلمة، اذا شنو نوعه؟ يؤكد الفعل او توكيد الفعل. نكتب فوقها توكيد الفعل، توكيد الفعل. زين، نجي على الثاني، والشجاعة والتضحية في كل شدة يتعرض لها أي جزء من العراق العزيز، وهم يبذلون المال بذلا. شوفوا، كلمة بذلا مشتقة من الفعل يبذلون، صح؟ أيضا ما وراها كلام، إذا توكيد الفعل، توكيد الفعل. نجي على ويضحون بالأرواح تضحية الشجعان. انتبهوا على تضحية الشجعان. شوفوا، راح أشركم وراها كلام، إذا ما طول وراها كلام، إذا هذه شنو معناها؟ هي بيان نوع الفعل، نوع الفعل، لبيان نوع الفعل، لأن صارت الكلام وراها. وانتبهوا إنه شنو؟ على مود تضحية الشجعان، تضحية الشجعان، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. هذا كل ما موجود في التمرين الأول. نجي على التمرين الثاني، يقول زرت المريض فراغ وقرأ الطالب الدرس فراغ. أكد الجملة الأولى بالمفعول المطلق، أكد. من يقول لي أكد يعني أضيف التوكيد اللي ما بي، اللي ما بي لا وراء كلمة ولا وراء شنو، ولا هو يدل على عدد مرات الفعل. فأقول زرت المريض زيارتين، زرت المريض زيارتين. أجي هنا قرأ الطالب الدرس، أضف إلى الجملة الثانية مفعولا مطلقا يبين عدد مرات الفعل، يبين عدد مرات الفعل. قرأ الطالب الدراسة الدرس دراستين، العفو، قرأ الطالب الدرس قراءتين، قراءتين، لأن احنا نشتق لازم من الفعل. ودائما تنعرف مفعول مطلق منصوب علامة نصبه، العفو، أكو خطأ عندي أني غلطت هنا، أنا يريد أكد الفعل، أنا كان بالي أضاوع على الجملة. هنا أنا نقول زرت المريض زيارة فقط، زيارة. زين، نقول زيارة، زيارة. زين، زرت المريض زيارة. قرأ الطالب الدرس، أقول قراءتين، قراء، قراء أتين. قرأ الطالب الدرس قراءتين. هذا بالنسبة لمن؟ للفرع باء، هذا فرع باء. فرع جيم يقول أضف إلى الجملة الثانية مفعول مطلق يبين نوع الفعل. فش أقول؟ أقول قرأ، مثلا قرأ، قرأ الطالب الدرس
قراءة، شوف من قلت قراءة هذا فقط توكيد، لازم أضيف وراها كلمة قراءة، مثلا قراءة جيدة، ودائما خلوها ببالكم، دائما ببالكم، إذا شفت وراها النكرة يعني ما بي ألف ولام تنعرب هذه صفة، وإذا شفت بها ألف ولام تنعرب مضاف إليه، أعيدها، إذا شفت ورا المفعول المطلق الكلمة اللي بعد المفعول المطلق خلي أشر عليها، الكلمة اللي بعد المفعول المطلق، إذا شفت الكلمة اللي بعد المفعول المطلق اللي هي هذه، إذا شفت الكلمة اللي بعد المفعول المطلق نكرة تنعرف صفة، وإذا شفت بها ألف ولام تنعرف معرفة، مثل هاي تنعرف مضاف إليه، هاي تنعرف، خلي أكتب لكم إياها، هاي تنعرف مضاف إليه، تضحية الشجعان تنعرف، تنعرف مضاف إليه. زين، وهاي تنعرف، هاي تنعرف، هذه تنعرف شنو؟ تنعرف صفة، تنعرف صفة، صفة، والصفة تتبع الموصوف، يعني صفة منصوب علامة نصبها الفتحة، وعلامة نصبها الفتحة، خلوها ببالكم. هذه خل اشوف شنو اذا غير اللون هذا احمر، هذه بالنسبه لهذه الجمله جيده يعني تنعرض صفحه، خلوها باركم. هذه نجي على التمرين الاخر، يقول ضع تحت الفعل خط وخطين تحت المفعول المطلق فيما ياتي. على مودي فهمنا انه المفعول المطلق هو يشتق من مفعول مشتق من الفعل. يسير التقدم في البلاد سيرا حثيثا، وين الفعل؟ يسير، فعل مضارع، فخلي جوا خط. واذا عندي سيرا، شوفوا قال لي خطين، هذا خطين جوا سيرا، زين. اجي يدافع، ايضا هذا الفعل، عن العراقي عن وطنه دفاعا. بالمناسبه الاول لبيان نوع الفعل، الثاني لتوكيد الفعل، الثالث قفز اللاعب قفزتين، ودائما من تعرفون قفزتين دراستين قراءتين اعرفهن مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. نجي نعطينا مثال بالاعراب، احنا راح نعرب مباشره. يقول امن، راح اكتب لكم اياه هنا، امن، امن. بالمناسبه المفعول المطلق دائما يجي قدامه فعل وفاعل بالنسبه لكم انتم ماخذين، فامن شو اقول؟ فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. زين، اجي على العراقيون، العراقيون، العراقيون منو اللي امنوا؟ العراقيون، واقول العراقيون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. نجي على الجملة الأخرى، بالوحدة، بالوحدة، الوحدة هذا الباء حرف جر، حرف جر، والوحدة، الوحدة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، الظاهرة، الظاهرة في آخره، علامة جر الكسرة الظاهرة في آخره. نجي بعد ايش عندنا؟ عندنا إيمانا، إيمانا هي أهم شيء عندنا، إيمانا لأن الموضوع يحكي عليها، فنقول إيمانا أقول مفعول مطلق
شنو هو التوكيد؟ الفعل منصوب، دائما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه بالفتح. نجي على الجملة الثانية، قرأ محمد الدرس قراءتين. أقول قرأ، عفوا هنا قرأ، قرأ، شوفوا فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. وعدي شنو بعد؟ قرأ محمد، من اللي قرأ الدرس اللي قام بالفعل هو محمد، إذا محمد فاعل، فاعل مرفوع، ودائما الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فاعل، فاعل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، طبعا تستملوها الضمة الظاهرة على آخره. وهنا عندي قرأ محمد شنو الدرس؟ الدرس مفعول به منصوب، الدرس مفعول به منصوب، دائما مفعول به منصوب بما انه مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وانتم تكملون بعد الظاهرة على آخره أحسن. ونجي قراءتين، قراءتين نكتب قراءتين، لأن مشتق قراءتين من نفس ألفاظ الحروف مال قراءة، إذا قراءتين مفعول مطلق، كنا مفعول مطلق لبيان عدد مرات الفعل. هاي اذا ما كتبتها ما يحاسبك عليها، بس تقول له مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، لأنه مثنى. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود بالمفعول المطلق، وأنا شرحت لكم إياه، وأتمنى أنه وصلت الفكرة، أعطيكم فكرة نهائية بأن المفعول المطلق هو اسم منصوب يشتق من نفس أحرف الفعل، ويجي هو يؤكد الفعل إذا ما وراء كلمة، إذا وراء كلمتين راح يصير، إذا وراء كلمة راح يصير شيء قلنا بيان نوع الفعل، وإذا كان مثنى يعني مرة قراءتين دراستين من نفس المستوى.